صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح الخير والتوفيق وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا أعزائي المستمعين تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551-414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين بنتناول مثل ما عودناكم دائما آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم عندنا فقرة بنتكلم فيها عن مجموعة النصائح الغذائية المهمة لتجنب الجفاف في الصيف، وفقرتنا الأخيرة اليوم مخصصة لليوم العالمي لطبيب الأسرة. في بداية برنامجنا أعزائي المستمعين أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وكذلك من نور دبي بتكون معنا في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع محمد عدنان. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. وبكون معاكم أعزائي المستمعين وبرافقكم خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة آل علي. خبرنا اليوم يقول العلماء يوضحون كيفية غسل الدجاج بأمان. نصح كل من هيئة الصحة الوطنية البريطانية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم غسل الدجاج الني، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن 25% من الناس ما زالوا يفعلون ذلك، ويمكن أن ينشر الغسيل البكتيريا الضارة من الدجاج إلى الأطعمة والأواني الأخرى في المطبخ، ويمكن أن يعرضك لخطر التسمم الغذائي. ويقول علماء الفيزياء من جامعة ولاية مونتانا إن إبقاء اللحوم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مستمر من الماء يقلل من خطر انتشار البكتيريا. وكتبوا أيضا في دراستهم المنشورة في فيزياء السوائل توصي إدارة الغذاء والدواء بعدم غسل الدجاج الني بسبب خطر نقل مسببات الأمراض الخطيرة اللي تنقلها الأغذية من خلال قطرات الماء، ويواصل العديد من الطهاة غسل الدجاج الني على الرغم من هذا التحذير. ومع ذلك هناك نقص في البحث العلمي الذي يقيم مدى انتقال الميكروبات في القطرات المتناثرة. كان هذا أعزائي المستمعين خبرنا لليوم اللي يوضح كيف ممكن أنكم تغسلون دجاج بدون ما تنقلون البكتيريا لكل المعدات ولكل الأشياء الموجودة في المطبخ. وفي مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي أحب أذكركم حسابنا في الإنستغرام اللي هو DHA_دبي، دائما نحط فيه كل مستجداتكم الصحية وكل المعلومات اللي حابين تعرفونها عن هيئة الصحة بدبي بتحصلونها في حسابات هيئة الصحة في دبي اللي هي DHA_دبي، بتحصلونها في تويتر إنستغرام وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. تم وضع منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص فينا وعلى انستغرام بالذات يقول هناك نصائح لمرضى قربوا خلال موجة الغبار اللي نمر فيها حاليا. إذا كنتوا أعزائي المستمعين مرضى الربو دائما اجعلوا البخاخ الربو معاكم تحسب لأي طارئ، خاصة في هذه الأوضاع ومع الغبار هذا دائما خلوا البخاخ معاكم لمرضى الربو، وكذلك التزموا بالدواء حتى مع عدم وجود أعراض للتهيج. وطبعا هذه المعلومات يعني من مصادر موثوقة من هيئة الصحة بدبي من الأطباء، أطباء يعني في التنفسية والأمراض الصدرية يقولون إنه لازم يكون معاكم البخاخ أثناء موجة الغبار، ولازم تتناولون الأدوية حتى مع عدم وجود أعراض للتهيج، وكذلك التوجه إلى المركز الصحي عند عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ.
أيضا أعزائي المستمعين، لمرضى ضغط الدم هناك منشور مهم ممكن أنكم تطلعون عليه وبيفيدكم كثير. عنوان المنشور يقول: تحكم في ضغط دمك تتحكم في حياتك. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين، في هذا المنشور هناك تعرف إلى ضغط الدم. ضغط الدم هو عبارة عن قوة اندفاع الدم باتجاه جدران الشرايين، وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، الدماغ والكلى وأمراض أخرى. وطبعا ضغط الدم يعد سببا رئيسيا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويطلق على ضغط الدم اسم القاتل الصامت. ومعظم المصابين بضغط الدم لا تظهر عليهم علامات أو أعراض حتى مع القراءات المرتفعة للغاية. ونعرف أيضا بأن ضغط الدم يعني يرتفع ضغط الدم وينخفض بشكل طبيعي على مدار اليوم، ويمكن أن يؤثر عليه العديد من الحالات والأوضاع، بما في ذلك أنه ممكن يؤثر على ضغط الدم القلق والتوتر، وكذلك الأشياء اللي ممكن أنكم أكلتوها أو شربتوها قبل ممارسة الفحص. وإذا كنتوا قد يعني دخنتوا أو تناولتوا مشروب يحتوي على الكافيين، أو مارستوا رياضة في غضون 30 دقيقة قبل قياس الضغط، فقد تكون قراءاتكم مرتفعة. يعني انتبهوا قبل ما تقيسون الضغط أنكم ما تكونوا تناولتوا شيء فيه كافيين، أو مارستوا رياضة لمدة 30 دقيقة أو أقل قبل قياس ضغط الدم. وقد تؤدي وضعية جلوسك كوضع رجل على الأخرى إلى زيادة ضغط الدم في المقياس. وهناك أيضا في هذا المنشور يعني وضع لكم مضاعفات رئيسية لارتفاع ضغط الدم، وكذلك خطوات لقياس ضغط الدم بشكل صحيح، منها أن لا تأكلون ولا تشربون أي شيء قبل 30 دقيقة من فحص ضغط الدم، وكذلك إفراغ المثانة قبل القراءة، والجلوس على كرسي مريح مع دعم ظهرك لمدة 5 دقائق على الأقل قبل قراءة ضغط الدم. وكذلك لازم أنكم ما تحطون ريولكم يعني فوق بعض، تكون الريل مفرودة وغير متقاطعة وعلى الأرض، وضع ذراعك مع الكفة اللي يجب أن تغطي 80% من الذراع مباشرة على جلد الذراع، على يعني على الطاولة، ويكون مرفقك في مستوى القلب. وطبعا هناك صورة توضيحية على حساب هيئة الصحة بدبي، واللي هو DHA_دبي، يوضح لكم كيف ممكن تحطون يديكم على الطاولة عشان يكون قياس ضغط الدم واضح. وأيضا لا تتكلمون أثناء قياس ضغط الدم لقياس الضغط بشكل صحيح. وطبعا كل هذه المعلومات اللي حدثتكم عنها موجودة على حسابنا في هيئة الصحة بدبي. وممكن أيضا أنكم تتفادون ضغط الدم عن طريق تغيير نمط حياتكم والتحكم في ضغط الدم، من خلال أولا الإقلاع عن التدخين وقياس ضغط الدم بانتظام، وتقللون من التوتر. خليكم شوي يعني هادين، نقلل من التوتر، خاصة إذا كان عندكم تاريخ مرضي ضغط الدم أو كنتوا أنتوا أيضا مصابين بضغط الدم. حاولوا أنكم دائما تخلون يعني أعصابكم هادية وتقللون من التوتر، وتناولوا الأدوية على النحو الموصوف. لا تقولوا ما بناخذ الأدوية ولا ما محتاجينها. إذا كنتوا تعانون من ضغط الدم، نتمنى منكم أنكم تتناولون الأدوية على النحو اللي الدكتور وصفه لكم، وحافظوا على وزن صحي، وقللوا من تناول الصوديوم اللي هو الملح أقل من 5 جرام في اليوم، وحافظوا على طعام صحي ومتوازن، وحافظوا على النشاط البدني، وكذلك تحكموا في الأمراض المزمنة الأخرى إذا كنتوا تعانون منها مثل مرض السكري. أعزائي المستمعين، دائما أذكركم بأرقام التواصل معنا اللي هي 600-551414. نستقبل فيها اقتراحاتكم، وكذلك نستقبل كل ملاحظاتكم الموجهة لهيئة الصحة في دبي. تقدرون تواصلون معنا على الرقم 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما ننتقل أعزائي المستمعين لفاصل قصير، بذكركم وأذكر نفسي دايما بالتبرع بالدم. لا تنسون بأن قطرة دم تتبرعون بها قادرة على إحياء حياة العديد من الأشخاص. لا تنسون مرضى الثلاسيميا، لا تنسون المرضى المتواجدين في مركز دبي للتبرع بالدم، هم محتاجين لهذا الدم، محتاجين لتبرعنا. وهناك ما شاء الله
يعني ناس تتبرع بالدم بشكل منتظم لهيئة الصحة بدبي، تحاول أنها تكون يعني شريك فعال في هذا المجتمع. إذا كنتوا أعزائي المستمعين ما تعانون من أمراض ولا عندكم يعني نقص في الدم ولا عندكم أمراض معينة، تقدرون أنكم تدخلون على تطبيق هيئة الصحة بدبي في خدمة دبي وتجاوبون على أسئلة بسيطة، وبعدها على طول تنتقلون لمركز دبي للتبرع بالدم الموجود في مستشفى لطيفة، وتقدرون هناك تتبرعون بالدم أو عن طريق الاتصال على الرقم 800-342 تتصلون وتأخذون موعد وتروحون تتبرعون بالدم. عندكم ثلاث وسائل، سواء تطبيق هيئة الصحة بدبي أو الرقم 800-342 أو أنكم تروحون دايركت لمركز دبي للتبرع بالدم وتجاوبون على الأسئلة. هناك أسئلة بسيطة لازم أنكم تجاوبون عليها وبعدها تتبرعون بالدم في مركز دبي للتبرع بالدم. أعزائي المستمعين، بطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة، يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا عبر الهاتف 600-55-1414 ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. اليوم أعزائي المستمعين بنواصل حديثنا عن فصل الصيف ومتطلباته الغذائية، وبنركز حديثنا اليوم عن مجموعة من النصائح الضرورية لتجنب الجفاف في الصيف، واللي بتوضحها لنا اليوم ضيفة البرنامج الأستاذة إيمان محمد، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة إيمان. السلام عليكم. صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. يا هلا فيك أستاذة إيمان. مثل ما نعرف الحين دخلنا على الصيف مثل ما يقولون بقوة، وأكيد مع دخول الصيف بيزيد يعني أو بتزيد فرصة تعرض الجسم للجفاف. كيف ممكن أستاذة إيمان بصفتكم يعني أخصائي تغذية، كيف ممكن أن نحن نتجنب الجفاف خلال فصل الصيف؟ مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة كثير ناس بتعاني من الجفاف زي ما حكيتي، فعشان نحظى بصيف أكثر نشاط وحيوية ونتجنب الجفاف علينا باتباع نصائح تغذية بسيطة يمكن سمعناها كثير بس أحياناً بنغفل عن تطبيقها. بدايةً بحب أذكر أن الماء هو المكون الأساسي للجسم تقريباً بنسبة حوالي 60%، لذلك لازم نعطي جسمنا القدر المناسب من الماء والسوائل على مدار اليوم، وخاصة أنه مش بس الماء بيحافظ على رطوبة الجسم بل أيضا بساهم في التخلص من السموم عن طريق البول والعرق. فأنا حاطي الآن بعض النصائح لتفادي الجفاف، وبتمنى المستمعين يعني يحاولوا يتبعوها في هذا الصيف إن شاء الله. يحاولوا أنهم يشربوا تقريبا من 8-10 أكواب من الماء خلال اليوم. احتياجات الرجال تقريبا 3 لتر واحتياج النساء تقريبا 2.5 لتر سوائل في اليوم. وممكن طبعا هاي السوائل مش ضروري بس تكون ماء، ممكن مثلا اعشاب زي اليانسون، الشاي الاخضر، البابونج، الزنجبيل، كلها بتساعد على مقاومه العطش وتمنع الجفاف. نعم. مثل ما نعرف استاذ ايمان يمكن هاي الانواع من الشاي نتناولها اكثر في الشتاء، اذا بنقول يعني في الصيف ممكن ان نحن يعني نتناول مشروبات اخرى او عصائر يمكن يعني تحد من الجفاف، ولا دائما تفضلين يكون المكون الرئيسي الماء؟ يفضل أن يكون المكون الرئيسي ماء، يعني ممكن مثلا يضيف شرحات ليمون أو شرحات من البرتقال على الماء، أفضل من أنه يكون عصائر أو يعني يتناولوها كفواكه، أفضل من عصائر الفواكه. أكيد طبعا الفواكه الطازجة أنها تنعصر أفضل من إنها تكون بالمعلبات أو تكون، لأنها بتكون أكيد مضاف إلها سكر أو بتكون مضاف إلها محليات صناعية إذا بدون سكر. نعم. هل بالضرورة أن نحن نركز على السوائل أم نركز على الأطعمة يعني لتوفير السوائل المطلوبة للجسم؟ لا طبعاً، في أطعمة زي عنا الخضار والفواكه هي بتحتوي على كميات عالية من الماء والألياف،
هذا بيقلل عنا الإحساس بالعطش وبيزودنا بالكمية الكافية من الماء. يعني أنا في بعض الفواكه والخضار بتحتوي على نسبة 85% أو أكثر من الماء، زي عندك الخيار، الطماطم، الكرفس، البطيخ، الشمام، العنب، البرتقال، يعني وغيرها من الفواكه والخضار فيها كمية كبيرة من الماء. فلازم نحاول إنه يكون مجموع الخضار والفواكه في اليوم 5 أو أكثر، يعني ممكن نكثر أكثر من الخضار. نعم، تفضلي. كان سؤالي هل هناك قائمة طعام معينة أو محددة ممكن إنها تسبب الجفاف؟ أكيد طبعاً. في عنا بالأول بحب لأن إحنا ذكرنا بالأول السوائل، لازم نحاول إحنا نتجنب الكافيين، أو إذا ما قدرنا نتجنبه نخفف من شرب المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين، زي المشروبات الغازية والشاي والقهوة. فهي زي ما إحنا بنعرف إنها هي مدرة للبول، بترفع من معدل التبول والشعور بالعطش. فنحاول نقلل من الكافيين، نقلل استخدام الملح والأغذية اللي عالية بالأملاح أو الصوديوم، زي الأغذية المدخنة، الأطعمة المدخنة، المخللات، الزيتون، صلصة الصويا، السمك المملح، النقرشات المصنعة اللي هي زي الشيبس، المكسرات المملحة. نحاول إنه نقلل استخدامها أو نتجنبها في الصيف، نتجنب الأطعمة العالية بالتوابل والبهارات أو الحارة، لأنها بتحتاج للشرب إنك تشرب كثير مي بعد تناولها، يعني بتزيد العطش. ونحاول إنه نقلل أو نبتعد عن الحلويات، لأنه استهلاك الحلويات مرتبط بشعور أعلى للعطش بسبب طبعاً كمية السكر العالية اللي بتحتويها. عشان هيك نحاول نستبدل الحلويات بالفواكه، لأنه زي ما حكينا الفواكه فيها كمية مي كبيرة وفيها ألياف بتساعدنا إنه يعني يضل جسمنا فيه سوائل لمدة أطول. نعم، أستاذ إيمان، هناك يعني سؤال على المسجات يقول هل هناك ضرر لو أن طفلي يتناول فقط نوع معين من الخضروات واللي هو الخيار بشكل يعني محدد؟ هل هو يعني ولا لازم يتم هناك التنويع في بين الخضروات والفواكه؟ طبعا يفضل التنويع، بس احنا متى بنقول الطفل عنده مشكلة؟ إذا كان ما بيتقبل نوعين أو أقل من يعني مجموعة غذائية واحدة، يعني مثلا نوعين خضار بتقبلها معناته إن شاء الله ما في مشاكل ورح يتقبل مع الوقت. نوعين من الفواكه بيتقبل الطفل معناته إن شاء الله ما في مشاكل، ومع الوقت وبطرق معينة ممكن ندخلها في أكله، يعني مثلا جوا كيك يحطوا له الفواكه فبتقبلها أحيانا الطفل، أو مثلا الخضار مثلا جوا الأملت أو البيض فبتتقبلها الطفل، فما في مشاكل. نعم، جميل، يعني ان هذا الاطمئنان ايضا للاهالي، لان هناك ناس يعني اكيد تحات اذا عيالها ما ياكلون نوع معين من الخضروات او فقط ياكلون نوعين او 3 انواع. فاحنا نقول انه ما في مشكله اذا الطفل كان يتقبل نوعين من الخضار، نوعين من الفواكه، يعني في المقابل انه على الاقل يعني يحاول الطفل انه يتناول الخضروات والفواكه. اكيد، بس هذا ما بيمنع الاهالي انهم يحاولوا زي ما حكيت بطرق مختلفة يدخلوا المصادر أخرى. نعم، سؤالنا الأخير أستاذة إيمان، هل هناك يعني الملتزمين مثل ما نقول بالبرامج الرياضية والأنشطة البدنية في الصيف هل هم أكثر عرضة للجفاف؟ أكيد في كتير مجموعات عنا اللي هي أكثر عرضة، وبدياهم كتير يتنبهوا لهم الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة زي السكر وأمراض الكلى، وزي ما تفضلت اللي هي الناس اللي بيبذلوا مجهود جسدي خصوصا إذا كانوا بتعرضوا لأشعة الشمس أثناء قيامهم بالنشاطات البدنية زي الرياضيين. وبالذات بالصيف، لأنه أثناء التمارين ترتفع درجة حرارة الجسم وبيتعرق الجسم وبيفقد السوائل مع المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم. عشان هيك بيحتاج الرياضي إلى استبدال الماء والأيونات المفقودة في العرق لمنع الجفاف. فلازم ننبه إنه يشرب كمية مناسبة من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين للحفاظ على التوازن الصحيح للماء في الجسم. كمان أحيانا بعض الرياضيين بيشربوا المشروبات الرياضية اللي هي السبورت درينك،
اللي فيها الكربوهيدرات والصوديوم والبوتاسيوم ومكونات يعني أخرى بتساعدهم إنه يبقى جسمهم رطب. وهي بتختلف الاحتياجات تبعت الرياضيين للسوائل حسب النشاط البدني اللي بيسووه، كمية السوائل المفقودة والجو، يعني حسب الجو. فبشكل عام ننصح الرياضيين إنهم يشربوا كوبين من الماء قبل ساعتين من التمرين أو المباراة الرياضية، وكوبين آخرين تقريبا 20 دقيقة قبل ما يبدأ التمرين، وتقريبا ربع لنصف كوب كل 15 دقيقة أثناء ممارسة الرياضة. يعني هم بيلعبوا مثلا إذا كانت الرياضة أعلى عن ساعة أو أكثر لازم يشربوا أثناء المباراة. كما أنه تنصح الرياضيين أنهم بعد المباراة يعودوا الكمية المفقودة خلال التمرين، لأنهم يزنوا وزنهم ويشوفوا كم نزل الوزن. يعني هاي حسب إحنا أخصائيات التغذية ممكن نساعد الرياضيين بكل. نعم أستاذة إيمان، إذا بنقول نصيحة أخيرة من أخصائية التغذية للمستمعين بما يخص يعني بشكل عام الجفاف في الصيف، لو هناك نصيحة جوهرية حابة تقدمينها قبل ما نختم هذه الفقرة. في الختام بتمنى للجميع الصيف ممتع، مع تأكد أنهم يشربوا كمية لازمة من السوائل اللي هي زي ما حكينا 8-10 أكواب في اليوم، يتناولوا الفواكه والخضار الطازجة عشان يساعدهم على أنهم يتغلبوا على الحرارة والجفاف ويستفيدوا من العناصر الغذائية من هالفواكه والخضار. نعم أستاذة إيمان محمد، أخصائية التغذية السريرية من هيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة في برنامج صحة وسعادة. أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة التغذية تحدثنا فيها عن المشروبات أو الأطعمة اللي ممكن أنها تقلل من الجفاف في فصل الصيف. ننصحكم أعزائي المستمعين دائما أنكم تناولون الماء بكمية كافية خلال فصل الصيف عشان تتجنبون الجفاف. ولكن إحنا اليوم بننتقل أيضا بعد الفاصل القصير اللي بنطلع على موضوع يعني جميل جدا، أتمنى أنكم تشاركون معنا على رقم 4006 لرسائلكم النصية القصيرة إذا حابين تذكرونا أو تشكرون طبيب الأسرة اللي تتعاملون معاه في المستشفى. أحب أقولكم إن برنامج صحة وسعادة أيضا ينقل على يوتيوب بعد البرنامج، تقدرون تستمعون الحلقة إذا حابين تسمعون أطباءكم هذه الحلقة. مثل ما نعرف أن تاريخ 19 مايو من كل عام يصادف اليوم العالمي لطبيب الأسرة، أكيد كلنا عندنا طبيب أسرة ما يغيب عن ذهننا نتوجه له دائما لحل كل المشاكل اللي تواجهنا مع أطفالنا أو سواء نحن أو عيالنا، فلطبيب الأسرة أكيد دور كبير بنتكلم عنه بعد هذا الفاصل. تريونا، وإذا كنتوا تبون تشكرون طبيب الأسرة الخاص فيكم لا تنسونكم طرشون الرسالة على الرقم 4006. بنشوفكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. تزامنا مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة اللي يوافق 19 مايو من كل عام، تختص فقرتنا الثانية من برنامج اليوم بالحديث عن طبيب الأسرة وجهوده ودوره البارز اللي يقوم به تجاه المتعاملين بشكل عام والمرضى على وجه التحديد، وإسهاماته المميزة في تطوير منظومة الرعاية ومستوى الخدمة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ويسعدنا أن اليوم تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة خولة عيسى الحجاج، استشاري طب أسرة ومدير مركز زعبيل الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور اختي، واحب اشكرك اول شيء على الاضافه. قبل ما نبتدي حديثنا ابغى اهني طبعا زملائي وزميلاتي اطباء الاسره واشكرهم على جهودهم المتواصل للمجتمع وكل الدور اللي يقومون فيها من اجل صحه المجتمع وعلى صحه الافراد، لان تخصصنا يهتم في صحه المجتمع ككل. نعم بالتأكيد دكتورة، أكيد تخصيص يوم عالمي لطب الأسرة بيكون له معنى
كبير في نفوس الأطباء، أطباء الأسرة، وفي نفوس أيضا الأفراد المتعاملين مع أطباء الأسرة. يعني نحن أيضا كأفراد في المجتمع يعنينا أن يكون هناك يوم لطب الأسرة، فشو يعني تخصيص يوم عالمي لطب الأسرة؟ طبعا أختي هم خصصوا المنظمة الصحة العالمية خصصوا يوم عالمي لطب الأسرة لأنهم يبون يركزون على أهمية هذا طب الأسرة. طبعا طب الأسرة هذا تخصص اندرج أو نوجد أول مرة في أمريكا تقريبا عام 1969 أو نقول 1970. ليش نوجد التخصص؟ لأنه شافوا أنه لازم يكون في دكتور طبيب مهتم في أفراد في صحة المجتمع بصحة الأفراد أو الأسرة. يعني طبيب واحد يقدر يعالج ريجاردلس، يعني شو كانت أعمارهم، شو كانت فئتهم، شو كان هم رجل أو امرأة. صحة المجتمع وايد مهمة طبعا، لأن نحن نعرف يعني المرض إذا أثر على فرد واحد بيأثر على كل الأعضاء أو كل الأفراد المتواجدين في الأسرة. فهمية أهمية طب الأسرة، وبعدين شافوا أن طبيب الأسرة له دور وايد مهم، فإنه مو بس يوفر خدمات علاجية ويوفر خدمات علاجية، استشارات طب، خدمات وقائية. فإحنا نحن نقدر نمنع المرض بمجرد إحنا أحيانا نحن نعطي استشارات طبية عشان نمنع المرض من حدوثه، وهذا بيقلل التكلفة على الأفراد، على المجتمع، على الدولة بشكل عام، وبيحسن جودة حياة الفرد. فهني نحن نقدر نقول شو أهمية طبيب الأسرة كتخصص. نعم أكيد. أيضا دكتورة خولة، إحنا هناك في طب الأسرة تخصصات متنوعة يقوم بها نقدر نقول طبيب الأسرة، وأهمية أدواره خاصة المرتبط منها بالوقاية من الأمراض والكشف المبكر عن الأمراض. صحيح أهمية طبيب الأسرة، بس أنا بوضح نقطة. يعني في وايد يعني نحن هاي نشوفها دائما حتى في العيادة اليوم، بس في ناس بعضهم ما يقدرون يفرقون بين طبيب العام طبيب الأسرة. يوميون يقولون أنت طبيب عام، فأنا بس أوضح عشان بس يعني ما ننتقص من طبيب الأسرة. يعني طبيب الأسرة هو يعني هو اختصاص، من بعد ما يخلص الطبيب سنوات الطب يدرس تخصص. يعني هو أول ما يتخرج طبيب عام، ولكن بعدين يجري 4 سنوات دراسة ثانية يمر فيها على المستشفيات بكافة التخصصات، يركز أو يكسب من التدريب عشان نخرج أطباء الأسرة. طبيب الأسرة طبعا يقدم خدمات شمولية مثل ما قلت قبل، يقدم خدمات لجميع أفراد الأسرة. الخدمات تكون خدمات وقائية. كيف وقائية؟ نحن يعني نساهم المرضى أن نعملهم مثلا الفحص المبكر أو البريوديك تشيك أب، أو نعطيهم الفحوصات اللي تهمهم لسنهم ولعمرهم، الحالة المرضية اللي في العائلة. مثلا نحن نعرف أن هذه العائلة عندها مرض معين أو سرطان معين، نحن نحتاج نسوي لهم سكرينينج مثلا في سن مبكر. فهني العلاقة الطبيب بالأسرة علاقة مستمرة، نكون عارفين شو هي الأمراض اللي عندهم، شو الفحوصات اللي يحتاجونها، عقب نعطيهم الخطة العلاجية أو الخطة الوقائية. نقدر نمنع أمراض، يعني في وايد أمراض نحن نقدر نمنعها مثل الأمراض المزمنة مثل السكري. إحنا نقدر وايد نتدخل مبكر، نوجههم نعطيهم مثلا اللايف ستايل أو تحسين الصحة البدنية عشان نحن نمنع مرض السكري. هذا على سبيل المثال نحاول أن نحن نعالج المرض بشكل متكامل. إحنا عندنا شمولية في الخدمات العلاجية، ما نركز بس على مرض، إحنا نركز على صحة الإنسان ونشوف شو الأشياء اللي تأثر عليها ونقدم الرعاية اللي يحتاجها. نعم، يعني نقدر نقول أن لا يستهان بطبيب الأسرة. بالتأكيد طبيب الأسرة قد مر على جميع التخصصات، وهو يعني تخصص يعني بحد ذاته قائم، اللي هو تخصص طبيب الأسرة. صحيح دكتورة؟ صحيح. نعم. هو تخصص قائم. وبعدين بعد يعني نحن عندنا، يعني أنا كنت أنوه لنقطة، نحن في هيئة الصحة في دبي أطباء الأسرة ما اكتفوا بتخصص طب الأسرة. يعني درسوا طب العام عقب درسوا طب الأسرة، سووا شيء نحن بعد متكامل، سووا شيء مثل نقول فيلوشيب أو أخذوا شهادات أكثر. مثلا في تلاقين عند طبيب أسرة ماخذ شهادة بعد في السكري،
فنحن نقدم خدمات شمولية في طب الأسرة سكري، أو مثلا خذ برنامج متكامل في صحة المرأة والطفل بعد هذا. جميل. يعني الاستمرارية في الدراسة أو الاستمرارية في التعليم هذا حسن من أداء وجودة خدمات مقدمة من أطباء الأسرة. نعم، مثل ما قلنا أن المنظومة الصحية أو الطبيب نفسه دائما في حاجة إلى تطور مستمر ودراسة مستمرة، وأيضا تطوير يعني من نفسه، وكذلك للحصول المستمعين على مثل ما نقول خدمات ذات يعني جودة عالية، وهذا طبعا متوفر في المراكز الصحية الموجودة في هيئة الصحة بدبي. دكتورة عفوا، لدي مداخلة من سعيد عبر الهاتف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك أخوي سعيد. يا مرحبا دكتورة. أول شيء بالنسبة للفحص المبكر، من متى يعني بديته فيه؟ نعم، هذا هو السؤال. بعدين في سؤال بعد، في نقطة ثانية بتكلم فيها بس طبعا. حبيت أعرف إذا ممكن. تفضل. ما مشكلة، بعدين ممكن جابوه مرة واحدة. زين، الله يسلمك. على الفحص المبكر، الفكرة هاي تراودني من زمان. نعم. زين، بس يعني حبذا لو أصبحت إجبارية إلزامية، لأن تكلف الدولة وايد. يعني والمرضى يطيحون وايدين بدون فحص مبكر. تأكيد. في الفحص المبكر بيساهم في يعني مثل ما تقول في توفير المادة وشيء، وتوفير الحياة اللي هم متعرضين مثلا أنهم يعني للأمراض هاي. نعم. عرفتي؟ بالتأكيد. يعني المفروض يكون شو في إلزام يعني بالبطاقة، بطاقة الهوية هاي، الواحد إذا باه فحص في فترة معينة لأمراض معينة، أنتوا أدرى أنا ما أعرف يعني المرض هذا من كم من أي عمر كذا كذا، المهم يعني يكون في سجله، يعني إذا ما فحص الفحص المطلوب بالبطاقة يوقفون جميع معاملاته. نعم أخوي سعيد. أيضا نعم، مثل ما تقولين الطفل زين في الابتدائية يلزم على التعليم، يلزم على اتخاذ الإجراءات. الحين إحنا عبارة يعني الصحة مهمة. بالتأكيد. إيه، بالتأكيد. حتى مع باب الأغنى من العمر ما نعرف شو الصح شو الغلط، شو نسوي، شو ناكل شو ما ناكل، وش كذا وكذا. نعم. أخوي سعيد، اقتراحك هذا جميل، ويعني فكرة الاقتراح أيضا جميلة. يمكنك أيضا أن أنت تتصل على 8342 وتقدم الاقتراح، وأنا من جهتي أيضا بقدم اقتراحك هذا وبنجاوب على استفسارك أيضا بما يخص الفحص الدوري. بس تتكفون، لأن أدري إذا اتصلت هناك بيقول لي ان شاء الله. نعم. يعني باقي أفا عليك اخوي. بالتاكيد. لا بالتاكيد، انا اوصل اقتراحك اليوم لقسم الاقتراحات والشكاوي فيما يخص الفحص الدوري، ويعني هذا من حرصك اخوي سعيد على المجتمع وصحته. الزامي 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 الله يسلمك ان شاء الله اخوي سعيد. تسلم. الجميع الاعمار، انتوا ادرى يعني كل عمر شيء يحتاج من فحوصات. نعم بالتاكيد. اي عندكم انا ما اعرف فيها شيء. تسلم، جزاك الله خير على المشاركة أخوي سعيد، عشان الدكتورة يكون لها وقت أيضا تجاوب على استفسارك. يعني أسفني أن لازم أختم هذه المكالمة، شكرا لك أخوي سعيد. أول شيء أشكر أخوي سعيد على حرصه، يعني إذا دل ودل أنه حريص أهمية في الفحص المبكر، وهذا شيء جميل نحن نشوفه في المجتمع. نعم. طبعا الفحص المبكر هذا كان برنامج استحدث به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأطلقه من سنين عدة، وهذا إلزاميتي كانت من يعني أطلقنا البرنامج الفحص الدوري الشامل من سنة 18 فما فوق. كل أحد يجينا أحيانا يزورنا، نحن نقول له نحن عندنا برنامج الفحص الدوري، نحن منتابعك ومنزور لك الفحصات المعينة، وتقريبا أغلبية اللي يزورونا نحن نحرص على أنهم يكون لهم هذا الفحص على الأقل يعني بشكل سنوي أو على الأقل مرة كل سنتين. إلزامية الفحص هذه قرارات، يعني هذه قراراتي عليا، يعني إذا بترتبط في البطاقة هذه من الفحص، يعني نحن كأطباء ما نقدر نلزم المريض، هو نعطيه اختيارية، يعني هو يختار
في بعض نعم أخوي سعيد، يعني الحوار تحسينا حريصة العاطفي. على أيضا نعم المجتمع، يقول إن وهو صحيح. فكرته يعني إن بدال ما نحن إن يعني مثل ما نقول إن نكلف الدولة علاجات وأشياء في وقت متأخر، إن لو الواحد اكتشف هذه الأشياء في وقت مبكر، إحنا دائما أيضا بدورنا في برنامج صحة وسعادة دكتورة خولة أو من خلال برامجنا يعني المختلفة في هيئة الصحة في دبي، كدورنا كإعلاميين نقوم دائما يعني ما تمر حلقة في برنامج صحة وسعادة إلا نحن نحث المستمعين دائما على الفحص الدوري مثل ما ذكرتي لفوق، يعني 18 سنة يمكنهم. 18 نحن نبتدي البرنامج، بس هو جدا جدا مهم، وانا اشكر اخ سعيد انه ذكرها، لان هذه هي البدايه. نحن ما نتريى المريض يستوي الاعراض ونبتدي نشوف ونكتشف المرض، لا، نحن الوقايه يعني نحن نسوي الفحص المبكر ونشوف نحن نكتشف المرض في مراحل متقدمه، يعني خاصه في السرطانات مثل سرطان القولون، سرطان الثدي، دائما نحن نركز. بس في ناس تتخوف من الفحوصات، يقول لا انا ما بفحص. في فكره سائده ان انا اذا فحصت بكتشف اشياء احسن، انا ما اجلس العكس، ادور الوقايه فيها. طبعا هذه فكره دكتور غلط. بالتأكيد، وأيضا يعني إذا هذه الفحوصات متوفرة بالمجان توفرها الدولة للشعب، ليش لا؟ ليش ما نقوم بهالفحوصات نحمي أنفسنا ونحمي، نقدر نقول صحتنا. إذا شخص كان يعني مثل ما نقول خايف من الشيء، ترى بيك الشيء في النهاية، ليش أكون يعني غير مستعد لهذا الشيء؟ بالفعل أكون جاهز لا سمح الله، خاصة في الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري، وهاي الأمراض أيضا يعني هاي لو أن ما تكون يعني نعم بالتأكيد. ففي النهاية نحن على الأقل نحصل العلاج المناسب لهذه الأمراض. فنشكر أخوي سعيد على هاي المداخلة، وأيضا يعني دكتور خولة، لو نرجع لي مرة أخرى لطبيب الأسرة ونتكلم عن إسهامات طبيب الأسرة في تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية اللي توفرها هذه المراكز. طبعا احنا اطباء الاسره متوفرين على مراكز جميع مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. مثل ما ذكرت، اطباء الاسره معنيين في جميع الاعمار وجميع الفئات، يشوفونهم يشوفون يعني يوفرونهم العلاج. في مفهوم بعد خطا سائد ان طبيب الاسره هو انه يقوم بس بتحويل المرضى، هذا مفهوم خاطئ. نحن نقوم بعلاج المرضى، نوفرهم الأشياء اللي يحتاجونها. بعض الأحيان في أحيان يحتاجون تدخل جراحي، هذا مو بدوري أنا كطبيب أسرة، يعني أنا أقوم بعملية جراحية فأنا أوجهها للمختص. فهنا شافوا الدراسات وشافوا الأنظمة الصحية المتقدمة أن الأساس الصحي يقوم على أطباء الأسرة. إذا كان الطبيب الأسرة متمكن وساهم في خدمة الأفراد والمجتمع، هذا يقلل التكاليف حتى على المستشفيات، يقلل من نسب الكومبليكيشن أو المضاعفات الأمراض. هنا نحن ساهمنا أن نحن خفضنا من الصرف الصحي على نحن ما نتري المريض يوصل لمراحل متقدمة من مثلا مريض السكري يوصل لمراحل متقدمة من الفشل الكلوي عقب نحن نوفر له علاج الغسل. لا، احنا نقدر نساعد المريض ان احنا نمنع هذا الشيء، نقوم ان بعلاجه، نوفر له الخدمات الوقائيه، نقدم احنا عندنا خدمات يعني شموليه، عندنا اطباء الاسره، عندنا اذا احتجنا خدمات المختبر، خدمات الاشعه. في بعض الاختصاصات تتوفر في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. وبعد ما ننسى دورهم في التطور العلاجي، يعني الحين طبيب الأسرة ما يقدم الخدمة بس عن طريق المراكز الصحية، لا، نحن استحدثنا خدمة طبيب لكل مواطن اللي هي توفر الاستشارات المرئية عن طريق الفيديو كول أو عن طريق الابليكيشن لهيئة الصحة، وهذا أكيد. من اللي يقوم فيها أطباء أسرة. وهذا تطور يعني انتقال في المنظومة الصحية مثل ما نقول دكتورة خولة. حتى قبل فترة الجائحة أنا أتذكر أن كنا نحن نروج لخدمة طبيب لكل مواطن، وأتت الجائحة مثل ما نقول يعني خلت الناس يستخدمون هذا التطبيق بشكل فعلي لاحتياجهم له. وأنا أذكر العديد دكتورة من يعني من أفراد المجتمع، من صديقاتي حولي، يقولوا لي نحن يعني طبيب لكل مواطن يعني ساعدنا كثير، يعني خاصة الحوامل مثلا إذا عندهم أسئلة أو مشكلة أو شيء، ما تضطر أن هي
تعرض نفسها للذهاب للمستشفى في ظل الجائحة أو بعد الجائحة حتى، فكان الدور طبيب الأسرة مثل ما نقول يعني مهم أيضا في تطوير يعني مثل هذه الخدمات أو وجوده في خدمات ذكية أيضا طبيب الأسرة، عشان يعني يكون موجود على خدمة طبيب لكل مواطن أكيد طور من نفسه ومن مهاراته في التقنيات الحديثة. إذا يعني إذا أنت معي دكتورة خولة في هذا الموضوع. صحيح، انا يعني انا اوافق الراي. طبعا هذا يدل على شموليه الطب الاسره. نحن الحين اليوم نحن ما نوفر الخدمه بس في المركز، نحن نوصل البيت عن طريق الزيارات المنزليه، نوفركم الخدمات المرئيه. فنشوف اللي نلاحظناه، وحتى انت حين ذكرتي الجائحه شفنا التمسنا دور طب الاسره، يعني اللي كانوا موجودين في المراكز الفحص، مراكز السكرينينج سنترز، اللي كانوا موجودين في المباني العزل، اللي موجودين في المستشفى الميداني، اغلبيتهم كانوا اطباء اسره. فنحن نشوف يعني هم كان هذا هو الشموليه، يعني هم مو بس شموليه، هو بعد انهم مرنين ويوفرون الخدمات في اي منظومه او اي مكان وباي طريقه. فهذا الفلكسبيليتي او الاجيليتي في الطب الاسره هذه يعني ميزه انا اعتبرها لاطباء الاسره، ونشكرهم عليها لان دائما يطورون من اعمارهم ويحاولون ياخذون بكل الخدمات او كل التكنولوجيا الموجوده بس عشان يوفرون الرعايه الصحيه الاوليه للمجتمع. بالتأكيد دكتورة خولة، نحن أيضا كأفراد في المجتمع لنا ذكريات، يعني سواء في طفولتنا أو يوم يعني استوينا أمهات وصرنا للعيادات المراكز الصحية، كان طبيب الأسرة هو الشخص الحاضر أولا، يعني الموجود أولا في كل مشكلة في كل حالة. طبيب الأسرة يعني هو اللي يطمنك على صحة الطفل، سواء يطمنك على صحتك أنت كمرأة، كان لطبيب الأسرة مثل ما نقول لمسة وأثر بارز في حياة المجتمع ونحو مجتمع يعني أيضا صحي وسعيد مثل ما نقول دائما في هيئة الصحة في دبي. يعني أنا ما أنسى طبيب الأسرة اللي أتوجه لك دائما في بداية مرحلة الأمومة، يمكن أشكرها اليوم دكتورة ندى الملا، كانت في هذه الأيام في عيادة البرشة، حتى دوم أقولها يعني شوفي الزمن استويت أقدم معاها البرنامج، وأنا كنت قبل مراجعة عندها يعني أراجع حق عيالي عند دكتورة ندى الملا، مجرد كنت أشوفها أحس أن بنتي استوت بخير خلاص، هي بتقول لي سوي شي، لا تسوين شي، خذي هالدواء. وبشاشة الأطباء أيضا يعني دكتورة خولة، الدكتورة يوم تستقبلك في مركز صحي على مستوى عالي مثل مراكزنا الصحية ما شاء الله، يعني الخدمات المتوفرة فيها، يعني نحن كأفراد نشعر بالامتنان لدولتنا على هذه الخدمات الصحية اللي تقدمها لنا كأفراد في المجتمع، وكذلك يعني أن لطبيب الأسرة يعني أنتوا الواجهة الأساسية لطمئنان المجتمع على صحته وصحة أفراد أسرته أيضا. نعم، أشكر زميلتي دكتورة ندى الملا، وطبعا هذا يعني وتوجهها أو حضورها، يعني دائما تحاول تبرز دور أطباء الأسرة سواء عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق المراكز الرعاية الصحية أو عن طريق برنامج صحة وسعادة، وهذا الدور الأساسي لطب الأسرة. لازم نحن نبرز دور الأطباء الأسرة، لازم نقول للمجتمع شو أهميتهم عشان يكون هذا الترابط المتواصل بين أفراد المجتمع وطبيب الأسرة. نعم، دكتورة خولة عيسى الحجاج استشاري طب أسرة ومدير مركز زعبيل الصحي في هيئة الصحة في دبي، أشكر لك حضورك اليوم في برنامج صحة وسعادة، الحديث يطول عن طبيب الأسرة، ولكن نختم البرنامج باقي لنا دقيقة ولازم نختم. شكرا لك دكتورة على هذه الجهود، والشكر موصول لجميع أطباء الأسرة عندكم في المركز الصحي. أتمنى أن كنت سعيدة باللقاء، وشكرا، وأتمنى أكون وصلت رسالة زملائي في هذه الحلقة. شكرا لك أكيد دكتورة، شكرا. أعزائي المستمعين، في ختام برنامج صحة وسعادة أوجه رسالة لأطباء الأسرة الذين أزالوا ألما وزرعوا أملا ورسموا لمرضاهم بسمة إلى خط الدفاع الأول في الرعاية الصحية الأولية، نقولكم شكرا لكم. والشكر الجزيل أعزائي المستمعين لكم ولفريق الإعداد في هيئة الصحة
بدبي وكذلك في التنسيق والمتابعة من نور دبي. أوجه الشكر لزميلتي ميرا الخفلي وفي في الإخراج مخرجنا المبدع دايما محمد عدنان. كنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة لليوم، حدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دايما الصحة والسعادة.